you hold the lamp and you haven't met the aim. Stop! Stop! All stations, stop Spider-Man. You know what I mean? I want you all to know that I'm grateful to fight beside my friends. Incinerate them. Let them come. السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في أسبوع جديد من اليو اس بوكس أوفيس توب 10. وفي حلقة النهاردة هنتعرف على أفضل 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي وتقييم وتصنيف كل فيلم. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبدأ. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. ونبدأ بالمركز العاشر وفي أول أسبوع عرض ليه فيلم الرومانسية الكوري Past Lives. الفيلم حصل على تقييم 8.4 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 846 صوت، وحصل على 90% من تقييم الجمهور وعلى 97% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 521 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وحقق 867 ألف دولار إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. 만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 아이들을 가졌을까? وفي المركز التاسع واللي تراجع من المركز الثامن في ثالث أسبوع عرض ليه فيلم الأكشن الكوميدي The Machine. الفيلم حصل على تقييم 6.5 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 3500 صوت، وحصل على 87% من تقييم الجمهور وعلى 29% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 575 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق 10,270,000 دولار إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. If you try to run. He's going down. Seth, why are you talking all fast like you're on speed or something? I'm on speed. More drugs. وفي المركز الثامن وفي ثالث أسبوع عرض ليه تراجع من المركز السابع الأسبوع اللي فات الفيلم الكوميدي About My Father. الفيلم حصل على تقييم 6.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 1800 صوت، وحصل على 80% من تقييم الجمهور وعلى 34% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 845 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق 12,120,000 دولار إجمالي إيرادات في السينمات الأمريكية والعالمية. My father has an old Italian saying, family isn't one important thing, it's everything. I can't believe you put this all together from what we have in the kitchen. It's artichoke and poultry. Salute. وفي المركز السابع وفي عاشر أسبوع عرض ليه فيلم الأنيميشن The Super Mario Bros. Movie. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 139 ألف صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 59% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 2,100,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات بعد 10 أسابيع عرض 1,314,000,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز السادس واللي تراجع من المركز الخامس الثالث في تاني أسبوع عرض ليه فيلم الرعب والغموض The Boogeyman. الفيلم حصل على تقييم 6.1 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 6300 صوت، وحصل على 67% من تقييم الجمهور وعلى 62% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 6,900,000 دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 39,637,000 دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز الرابع وفي سادس أسبوع عرض ليه الجزء الثالث من سلسلة أفلام
Guardians of the Galaxy. الفيلم حصل على تقييم 8.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 165,000 صوت، وحصل على 95% من تقييم الجمهور وعلى 81% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 7 مليون دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 6 أسابيع عرض 805 مليون و900 ألف دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. We'll all fly away together into the forever. وفي المركز الثالث واللي تراجع من المركز الثاني في ثالث أسبوع عرض ليه، فيلم الفانتازيا والمغامرة The Little Mermaid. الفيلم حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 76,000 صوت، وحصل على 94% من تقييم الجمهور وعلى 68% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 22 مليون و800 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في 3 أسابيع عرض 414 مليون و210 ألف دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وفي المركز الثاني واللي تراجع من المركز الأول في تاني أسبوع عرض ليه، فيلم الأنيميشن سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس. الفيلم حصل على تقييم 9.0 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 99,000 صوت، وحصل على 96% من تقييم الجمهور وعلى 95% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 55 مليون و400 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض 313 مليون و347 ألف دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. Can this day get weirder? وفي المركز الأول والمتصدر البوكس أوفيس في أول أسبوع عرض ليه، فيلم الأكشن Transformers Rise of the Beasts. الفيلم حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb بإجمالي تصويت 11,000 صوت، وحصل على 91% من تقييم الجمهور وعلى 52% من تقييم النقاد. الفيلم حقق الأسبوع ده إيرادات 60 مليون و500 ألف دولار في السينمات الأمريكية، وبكده يكون حقق إجمالي إيرادات 79 مليون و409 ألف دولار في السينمات الأمريكية والعالمية. وبكده خلصت حلقتنا للأسبوع ده. فإذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.